عروضات ام جي خلال شهر رمضان المبارك بتطير العقل. سنتين صيانه بلاش او 30 او 40 الف كيلومتر. السيرفيسز اللي هي بريميوم نروح لعندكم على البيت نظبط السيارات نرجع نرد لكم اياها. ما تنسوا الكفاله اللي هي 6 سنين مع ام جي خلال شهر رمضان المبارك. العروضات بتطير العقل. كشفت فورد بشكل رسمي عن موديل 2019 المحدث من وحشها المفترس F-150 رابتور اللي بيجي بتحسينات في الأداء على الطرق الوعرة عشان يضمن تجربة قيادة أفضل وأكثر سلاسة. أهم تغيير في رابتور 2019 هو نظام التعليق الذي حصل على تقنية الصمام الحي. هذه التقنية مهمتها تغيير الضغط على ممتص الصدمات بحسب حالة الطريق، وكمان تم إضافة حساسات على نظام التعليق والهيكل عشان تهيئة الأوضاع لضمان ثبات السيارة. وفي حال ارتفاعها عن سطح الأرض بتجهز الحساسات بنظام تعليق عشان يمتص الصدمة عند الاصطدام بسطح الأرض. يعني باختصار السيارة صارت تقدر تقفز وتطير وترجع تهبط على الأرض بسلاسة كبيرة. الشركة الأمريكية زودت رابتور 2019 بميزة مهمة هي نظام التحكم في الجر اللي مهمته تثبيت السرعة على الطرق الوعرة، والهدف من هذا النظام هو عشان يعطي السائق فرصة للتركيز على توجيه السيارة، علما أن هذا النظام ممكن استخدامه على سرعة مو أكثر من 32 كيلومتر في الساعة. وفي المقصورة تجي رابتور بمقاعد ريكارو الرياضية كجزء من حزمتها الاختيارية، وحتتوفر بمساند أكبر من الموجودة في المقاعد الحالية مع إضافات من الكانترا باللون الأزرق وتطريز بلون الياقوت الأزرق. بالنسبة للمحرك، تعتمد رابتور 2019 على نفس المحرك V6 مزدوجة التيربو سعة 3.5 لتر بقوة 450 حصان وعزم دوران 692 نيوتن متر مع ناقل حركة آلي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي. وحتنطلق فورد F-150 رابتور 2019 للأسواق خلال نهاية العام الجاري إن شاء الله. أعزائي المتابعين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.